بعد بادئ ذي بدء احيي الاخوه والاخوات كنا موجودات تحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومرحبا بنا جميعا في بيت الله عز وجل، ضيوفا على رب العزه سبحانه وتعالى في ليله مباركه في يوم عظيم مشهود. هذا اليوم هو اليوم الذي قال من قال فيه من العلماء بأنه يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشرف الإنسان المسلم أن يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيش في حضرته صلى الله عليه وسلم، أن يعيش معه صلى الله عليه وسلم من خلال تذكيره نفسه بأنه ينتسب إلى هذا النبي. والنسبة هنا ليست نسبة الدم فقط، وإن كانت نسبة الدم واردة، ومن له نسبة دموية مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مفضل ومعظم ومحترم، لأنه من آل بيته صلى الله عليه وسلم، إن كانت طبعا مصحوبة بطاعته وباتباع سنته. ثم النسبة العامة هي نسبة المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان والاتباع والانتساب إلى ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. ونحن معاشر المسلمين إنما كنا مسلمين وكانت لنا هذه المكانة وكان لنا ذكر في العالمين، إنما كان لنا كل ذلك بالانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلولا انتسابنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما جاء به، فإننا ربما سنكون ممن يعبد الأوثان والأصنام، أو ممن ليس له ذكر في العالم. ولكن الذي جعل لنا ذكرا وجمعنا في هذا المكان إنما هو هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحق لنا في مثل هذه المناسبات أن نجلس في مساجدنا وأن نجتمع فيها على هدف واحد. هذا الهدف هو التعرف على هذا النبي الكريم، التعرف على صفاته الخلقية، على أوصافه الجسمية، والتعرف على أوصافه الخلقية، وعلى مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا بعد التعرف، ماذا يجب علينا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحقوق؟ هذه الحقوق التي يجب أن ترعى ويجب أن تحفظ، ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يقوم بها. في هذه الليلة المباركة سوف لن نستطيع أن نستجمع الحديث على كل شيء، ولكن إن شاء الله ستكون هنالك يعني إشارات من الشيخين الفاضلين في بعض الأمور التي لها علاقة بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا معاشر المسلمين. نرجو إن شاء الله أن تكون هذه اللحظات لحظات ممتعة، ممتعة عقليا وروحيا ووجدانيا، وأن تكون لحظات موقظة لنا من نومنا ومن سباتنا ومن غفلتنا، وأن تكون لحظات تقربنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، وتجعلنا نتعلق بجنابه الشريف. حتى لا أطيل عليكم، أنتقل مباشرة إلى تلاوة آيات بينات يتلوها علينا فضيلة الشيخ سيدي إبراهيم السوسي إمام مسجد الموحدين باسم ليتفضل. مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم سيئاتهم خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. الشيخ الفاضل السيد إبراهيم على هذه القراءة وعلى هذه التلاوة الطيبة. إن شاء الله نبدأ في الكلمة الأولى مع الشيخ الفاضل السيد ميمون قاضي إمام مسجد مسجد غلادبيك. طبعا هذا أيضا اسم إن شاء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الشيخ ميمون وأن ينفع به وأن ينفعنا بما سيقوله إن شاء الله سبحانه وتعالى. سيحدث إن شاء الله عن بعض ما يجب أن نحققه وأن نقوم به تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما حب النبي صلى الله عليه وسلم. فليتفضل مشكور. الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه جل وعلا تتحقق المقاصد والغايات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا
لنهتدي لولا أن هدانا الله. أصلي وأسلم على الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، خير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا جد سعيد اليوم أن أكون بين علمين من العلم، وبين هذه الوجوه المشرقة بنور الإسلام ونور الإيمان ونور الصلاة ونور حب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. حديثنا الليلة، ونحن الليلة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحديثنا الليلة عن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وعن صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى. حديثنا الليلة عمن امتلأت القلوب بحبه عليه الصلاة والسلام، عمن اشتاق الكون كله له، عمن اشتاق الإنس له، بل اشتاقت الجن وأتى نفر من اليمن لسماع القرآن من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام، عمن اشتاق إليه الجماد والشجر والحجر وحتى الحيوانات كما في قصة الجمل. فكيف لا نشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن في ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام؟ إن الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لهو أجمل الحديث وأطيبه وأمتعه. فما أعظم أن يكون اللقاء حول رسول الله، وما أجمل أن تكون الليلة ليلة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن في حضرة الرسول جلوس عليه الصلاة والسلام. من سعادة العبد أن يرزقه الله عز وجل حب النبي عليه الصلاة والسلام. أكبر عطاء الله لك أيها المؤمن أن يرزقك حب رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي السعادة كل السعادة، وهي الحياة كل الحياة، وهي الفوز في الدنيا والآخرة. فمن حرم حب رسول الله كما قال أحد العلماء فوالله ليس من الأحياء، لأن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام هي حياة القلوب. لو لم يكن في القلوب حب النبي عليه الصلاة والسلام لعمتك البلوى ولدام الضلال، لولا حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأسعد إنسان هو المحب لرسول الله، والفائز في الدنيا والآخرة هو المحب لرسول الله، والحي حقا وحقيقة هو المتصل بالله والمحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. واسمحوا لي أن أبدأ الدرس بسؤال: هل فعلا نحن نحب رسول الله؟ هل فعلا رسول الله أغلى إنسان في قلوبنا؟ هل أغلى واحد عندك بعد الله عز وجل هو الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإلا راجع إيمانك، إن حب النبي عليه الصلاة والسلام أصل من أصول الإيمان، محبة النبي فرض من الفرائض، محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي علامة كمال الإيمان. في يوم من الأيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في الطريق فلقي عمره، عمر وما أدراك ما عمر، عملاق الإسلام. لقيه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيد عمر فرق قلب عمر فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل أحب إليك من مالك؟ قال: والله لأنت أحب إلي من مالك. من أولادك؟ قال: من أولادي. قال: من والدك؟ قال: من والدي. قال: من نفسك؟ الرجل صادق، فظن أن نفسه طبعا يحبها أكثر، فقال: إلا من نفسي يا رسول الله.
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام معلما ومربيا: يا عمر، لن يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وحتى من نفسه. فراجع نفسه ثم لحظة قال: الآن أنت يا رسول الله، فوالله لأنت أحب إلي من كل شيء وحتى من نفسي. ابنه عبد الله سأله قال: يا أبتاه، ما الذي غيرك؟ ما الذي جعلك أنك تقول في النهاية أنك أحب إلي حتى من نفسي؟ ماذا جرى؟ قال: فكرت في نفسي وفكرت في حاجتي لرسول الله، كيف كنت قبل الإسلام؟ فمن الذي أخرجني بإذن الله عز وجل بفضل الله؟ من الذي كان سبباً في إخراجي من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام؟ تذكرت بأنه محمد عليه الصلاة والسلام، إن فضله علي عظيم في الدنيا. ثم أعظم من هذا أيضاً، تذكرت يوم القيامة حاجتي أكثر، هل لنفسي أم حاجتي لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فعلمت بأن حبه أعظم حتى من نفسي التي بين جنبي. هكذا قالها عمر، ولذلك محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي عنوان كمال الإيمان. ومحبة رسول الله لها حلاوة، عليها طلاوة، لها طعم ولها مذاق يتذوقها المحبون لرسول الله. والمحبون موجودون في كل مكان، لا يخلو منهم لا مكان ولا زمان. في كل زمان هناك محبون للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم منهم. لو لم تكن تحبون النبي لما جلستم في هذه الليلة المباركة تجلسون بهذا العدد وبهذا الكم الهائل. فهذا دليل على حبكم وحبنا جميعا للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمحبة النبي لها مذاق، والمحبون يشتاقون، وأمنية كل محب يتمنى لو جلس مع رسول الله، لو نظر إلى رسول الله، لو اكتحلت عيناه بالنظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام. بعض التابعين لم يحظوا بشرف الصحبة، فلما كانوا يلتقوا بالصحابة، لما تلقى أحد التابعين تلقى المقداد بن الأسود صحابي جالس، لما سلم عليه قال: هنيئا لكم، لقد اكتحلت أعينكم برؤية رسول الله، فوالله لو وددنا لو رأينا ما رأيتم وسمعنا ما سمعتم وعشنا ما عشتم. هنيئا لكم، عشتم مع رسول الله. بل سيدنا أنس لما لقيه أحد التابعين بدأ يقبل يديه من ظاهرها إلى باطنها، قال: ماذا تفعل؟ قال: دعني أقبل يدا خدمت رسول الله. ولما لقي صحابة قال: دعني أقبل يدا بايعت الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. كيف لا تحبه وكيف لا تزداد له حبا عليه الصلاة والسلام؟ والكون كله يحبه، أحبه الله سبحانه وتعالى، فضم اسمه إلى اسمه وقرن اسمه باسمه، قرن محبته بمحبته، طاعته بطاعته، بيعته ببيعته، رضاه برضاه، استجابته باستجابته، والآية شاهدة على ذلك. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ضم الإله باسمه إلى اسمه في الشهادة، وقال اسمه باسمه في الطاعة في كل شيء. لذلك رفع الله مقامه وقد كان تحبه وقد أعلى الله شأنه، زكاه في كل شيء، في عقله، في علمه، في هدايته، في معلمه، في أخلاقه، في تلامذته، زكاه في بصره ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه في عقله ما ينطق عن الهوى، في منطقه لا ينطق عن الهوى، زكاه في أخلاقه فقال: وإنك لعلى. زكى تلامذته فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. خاطبه بصفة النبوة وخاطب سائر الأنبياء بأسمائه. فمن هنا كان لابد أن تحب وأن تزداد له حبا عليه الصلاة والسلام. كيف لا تحبه؟ يوز في اليمن يدعوهم، لما رجع لم يؤمن به أحد إلا أبو هريرة وغيره، فلما عاد قال: يا رسول الله أدعو على دوس، فإنهم لم يؤمنوا. فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه إلى السماء، فماذا قال الطفيل؟ هلكت دوس
فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم مؤمنين ومسلمين، فما هي إلا أيام. فسمعت جلبة في المدينة، قيل من؟ قيل جاءت قبيلة دوس كلها جاءت مؤمنة ومسلمة ببركة دعوة رسول الله. هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف لا تحبه؟ من شمائله عليه الصلاة والسلام العظيمة، هي آية من آيات الله، من شمائله العظيمة عليه الصلاة والسلام أنه كان يوفي للجميع، وفى لزوجه خديجة، وفى لأصحابه بزيارة قبورهم، وفى حتى لغير المسلمين. ومن فضائله كان لا ينسى فضل الناس، ما ينساش فضل الناس ولو كانوا غير مسلمين. لما في غزوة بدر قال رسول الله كلمة عجيبة جدا تكتب بماء الذهب، قال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء السبعين لأطلقت سراحهم إكراما لوجهه. رجل مشرك، المطعم بن عدي مشرك، لكن عنده موقف مع رسول الله، موقف ما نساش النبي الخير نتاعه. شي فقط لا، لم ينسى خيره فضل. قال لو كان المطعم حيا اليوم في بدر وكلمني هاد السبعين لأطلقت سراحهم إكراما لوجهه. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده ذوق عالي، ذوقيات له، ذوقيات عالية غالية تأسر القلوب. لما أسلم عكرمة، تعرفون عكرمة من؟ ابن أبي جهل. فدخل عكرمة مسلمة، شوف الذوق نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق العالية الرفيعة. ماذا قال سيدنا النبي؟ لقد أتاكم عكرمة مسلمة، فإياكم أن تذكروا أباه بسوء، أن تذكروا أباه.